هذا عودة من جديد مشاهدينا، وقبل ما نبتدي فقرتنا الأخيرة لهذا المساء حابين نقول كل التحايا والتقدير للأمورة مشكات جحفر، وهي ابنة ضيفنا الكريم اللي كان بيتكلم معانا عن تزييف العملة، وده جبر خاطر ليها لأنه قالوا شوية هي تأثرت. فكل الحب ليك يا مشكات، وإن شاء الله يعني تكوني حاليا سامعانا وإن شاء الله دائما ناجحة. بين اثنين عثمان، فقرتنا الثانية والأخيرة هي بين اثنين، وهي فقرة دائما ما تكون بين شخصين أو صديقين أو اثنين يتزاملوا في مجال، وهي دائما فقرة محط اهتمام عندنا نحن في يوم الاثنين. نشكر منتجنا وأخونا وأخويا الكبير أبو هريرة على هذه الفقرة بين اثنين، ورحب بضيفي داخل الاستوديو ماريا ومبارك عبد الله. مرحبا بكم ومنورين في استوديو مساء جديد. مرحبا. ازيك يا ماريا؟ تمام الحمد لله. ماريا فاسكوال. مبارك. مبارك ان شاء الله. ورونا احكوا لنا انتم بتعملوا شنو؟ انتم تعملوا تجارب دراميه تقريبا في اليوتيوب وعندكم قناه صح؟ ابدا بك يا مبارك. طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله. تحياتي لكل متابعين برنامج مساء جديد في قناه النيل الازرق. صراحه كده الدراما هي اهميه او لها دور مهم في حياتنا اليوم. فمن خلال الدراما نحن بنقدر شنو نحاول نعالج المجتمع باسلوبنا الخاص، بتفاصيلنا، بافكارنا، بدعمنا المادي والمعنوي. فالحمد لله قدمنا افلام وقدمنا سكتشات فيها قضايا مهمه اتجاه المجتمع السوداني. فمن ضمنها كان فيلم بعيد عنك لا للمخدرات، وكان في فيلم اسمه نقطه الدم، ارضي وارضك، مهما كانت الارض مهمه الام هي الاهم. فمواضيع كثيره لكن ما لاقين الجهه اللي بترعاها، الجهه اللي بتجيب معانا، ما لاقينها. كان من وزاره الثقافه، كان من شركات، كان من قنوات، نحن الحقيقه ما لاقينا. صراحه كده نحن كشباب تحت تغيير عايزين نقدم نفسنا من خلال الدراما فعلا، يعني انه عموما كده الدراما هي يعني حال عالم كده مقدم البلاد. حتى نحن بنعرف يعني دول من خلال دراماتهم، مأكولاتهم، مشروباتهم، حياة كثيرة بنعرفها من خلال شنو؟ دراما. الحياة اللي هم بيقدموها لنا. فبتمنى برضو يعني نحن كدراميين فنانين حقيقيين تجاه حبنا لهذا الوطن نحاول نقدم لهم بقدر الاستطاعة حتى لو معالجة بسيطة للمجتمع. نعم. فدي حاجة ما سهلة. طيب ماريا، خلينا نتكلم كده عن البدايات بتاعتك كده. يلا مبارك معاه مصعب. هم يعني اصلا ما بترانين كده، وانا شفت المشهد بتاعه ما عجبنيش لي. يعني من زمان بتابعهم كده، وفجأة غررت الحياة دي، رغبة جواي كده هناك بممثلة كده. حاسة بروحك وصلت كده ست ممثلة ولا لسه في الخطوات على النجاح؟ والله لا لا حاسة نفسي كده. خصوصا انت قانونية. القانون ده سكة براي، انا في التمثيل براي يعني. المواضيع اللي انتم بتختاروها مؤكد من المجتمع يعني. اي من المجتمع، فنتكلم عنها. انت قلت حاجه لها علاقه بالمخدرات، لو في اي مواضيع ثانيه برضو انتم شاركتوا جمهوركم بها؟ والله هو قاعدين نشارك جمهورنا في المسرح المباشر بحياه كثيره جدا، وهو قاعد يستفيد منها من خلال انه نشوف انه بيحكي بها اصلا، خلال استفادته للحاجه دي. فبرجع انه اخواننا نحن افكارنا نحن ما بتجذب المجتمع السوداني احيانا. كيف؟ طيب عندنا يعني برجع للمخرج في نفسه انه ما قاعدين نقدم عمل بشوق سننا كمشاهد اتابعه للنهايه. يعني هسه تلقى الشارع العام يقول لك يا اخي دي دراما شنو دي؟ يا اخي غير الغنى، دي ما دراما دي حباله دي. فالموضوع ده برجع للمخرج، يعني ما برجع لانه دي حباله، ما حباله هي قضيه، لكن انت داير شوقك عشان اسوقك به، يعني برجع للمخرج ما بترجع لك انت كمتفرج. فاي عمل ما فيه خوف، ما فيه شفق، ما فيه تطهير، ده انا بعتبره ما عمل فني. عندنا زي الهنود ديل يعني ضرب مثل، تلقى خاطين طفل قدامهم يجيبوا لسه عبان ماشي ماشي، انت كمشاهد بتندمج معه، لا كتر كتر، لا 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 لا، دي هنا يجيبون قاعد يضحكوا ها ها. يعني انا كمتفرج يا اخي ما يقوم يحركوا الولد، يعني انا المتفرج ده بشنو؟ بخش في الرؤيه بتتفاعل ذاته، بتفاعل في الحاجه دي. ودي ما بيسموني لها المخرج، ما بيسموني لها النص. لانه هو في مخرجين عندنا ما شاء الله، يعني من ضمن المخرج ابو بكر الشيخ، من هنا برسل له كل التحايا والترحاب. يعني بتقول انه من النقاط الاساسيه لما يكون في اي مشهد لازم يكون في مشهد، لازم يكون للتشويق يسوق لانك انت تضطر تقعد عشان تكمل باقي المشاهد. بالضبط كده. حلو.
حلو. حابه تعمل شنو طيب انت برضو؟ اول واحد اللي بيخش في المجال ده بيكون عنده شخصيه معينه نفسه يعملها او يناقش قضيه معينه مع الشباب. والله على المجتمع دي بس المجتمع والظروف الحاصله وكده. وانت على صعيدك الشخصي ممكن تكون برضو في حاجات مرت بك انت ممكن يعني لمستك تقدري انت تمثل فيها. صعب التمثيل عليكي او حس ولا عشان والله ما انا بحب التمثيل رغبه من جواي كده. ممكن يكون الشباب برضو يعني بدوكي نصايح، اهم نصيحه انت قالوا لك شنو؟ والله اصلا لقيت ناس كثير قالوا لي واصله بالحياه اللي بتنفع معاك كده. مبارك لو جينا نتكلم عن الاعمال اللي انت حابب تعملها في المستقبل، يعني ممكن تكون اكثر الاشياء اللي بتشوقك في مجال اللي انت في وسي حاليا كده؟ اكيد الواحد بيكون عنده هدف وعنده سلم هو داير يطلع له ويكون في حته معينه هو حابب يخوض التجربه فيها، فانا حابب اسمع منك. صراحه كده كده انا هسه عايز لي فرصه بتاعت مسلسل رمضاني. يعني عندنا الدراما عندنا عموما في السودان هو موسميه رمضانيه. وفي حتى احيانا في رمضان ذاته بيجيب لنا يعني ثقافه ما ثقافتنا مصريه ثقافه سوريه، بالرغم عندنا مبدعين في البلاد دي. وانا من هنا بحيي كل مبدع بهذا الوطن الغالي العزيز. فبتمنى يعني تفتح لي فرصه اني انا اقدم سلسله رمضانيه. ومن خلالها ثاني هو الشارع هو اللي بيحكس الحاجه دي. لانه نحب انا دائما بحب التغير. حتى ان لي اخر فيلم انا كان عملته واخرجته من تاليف الاستاذ اسماء عوض كان اسمه عالم الاشباح. عالم الاشباح شفق وخوف خارج عن المألوف، قصة بتاعت طالبات. فكان عمل ترويج بعيد في القنوات بتاعت السوشيال ميديا، يعني شايف في قبول للحاجة دي. لأنه حاجة صراحة كده يعني حاجة بعيدة، ما حاجة في ناس بيقولوا ما بتشبهنا. لكن احنا محتاجين للحاجة اللي ما بتشبهنا عشان نقدر نطور نفسنا، لأنه صراحة العالم اتطور ونحن لسه شنو؟ فالدراما هي اللي بتطورنا. حلو، فأنا فهمت وجهة نظرك. أنت موهوبة. حسب ما الناس بيقولوا لك انت موهوبه وتستكملي في الموضوع ده. لكن قبل ما اسال سؤالي ذاته بس نشوف عندنا محطه نمشي نشوفها صح ونعود من جديد مشاهدينا. امل امل دقيقه، انت ما حاسه في حاجه غريبه؟ غريبه شو؟ يا اخي امل احنا لنا اربع شهور بنجي مارين بالشارع ده وبنشوف المجنون ده في حالته ما بيتحرك. يا سوما خلينا منه ورا حالي، خلينا نعرف مشكله شنو. اروح يا اخي دقيقه انسيني منه، خلينا نعرف حاسه شنو. السلام عليكم. السلام عليكم يا شباب، انا ما قاعد اسلم لك. يا شنو ممثلين فيها مجنون؟ احنا كلنا لنا مجانين. ويا شيخ نوي انت عاملنا احنا المجانين ولا شنو؟ انا قاعد اتكلم معك. والله يا اخوي الظروف تخلي الناس دي كلها تبقى زيك وتدق اكياس وتبقى مجانين يا فرد. دي الظروف يا فرد، البلد دي اثنين يا مجنون يا السنبك يا فرد. امل والله انا قلبي مطمن يا اخي، لين اربع شهور بنمشي بالشارع دول ما تنسي محلات وقاعد ما بتحرك. انا خايفه يقوم يضربني ساي يا اخي، شكله كده ما شكله زول هادي كده يا امل. انا بس اعرف كده شنو والله. طبعا انت عارفه احنا شغالين في منظمه حقوق الانسان لازم نعرف الحاصل شنو. لا زين ده شكله كده ما لا شكله هادي والله يا امل عيني والله مسكين اقسم بالله. راح نعرف قصته شنو. طيب راح السلام عليكم يا شباب. انا اين انت؟ لنا كم شهور بيجي مارين بيجاو لسه بتقعد في محلات الجي مارك الحاصل عليك شنو؟ كل مره بنقعد بنفس الحاله ممكن تحكي لنا شنو؟ وصفتكم منو؟
هسألك عن إيه معاك؟ أنتوا عارفين قبل ما أبوي يتوفى كنا عايشين حياة صعبة، كنا عايشين على وجبة واحدة، هنا حتى بقينا ما عندنا عمل. وأنا عمري ما كنت مجنون زي ما الناس مفهوم، عمري ما كنت مجنون. بس دي مشكلتك؟ يا ريت لو دي مشكلتي. أنا جواي أكبر من إني أتسمع وصعب من إني أتعايش. يا سو ما راح على كلام، خلي الزول في حاله. عمل دقيقة دقيقة، أنا حاسس إنه لسه في كلام جواه وبدار يقول، لسه عنده مشاكل حاصلة له. طيب يا أخوي أحكي لك القصة كاملة. قلت شنو؟ يا أخوي يا أخوي صدق أنا أول مرة أسمع وأحس بالكلمة دي تتقال اتجاهي، عشان كده أنا حقول لك. أنا زول لما اتولد ما شافوا موضوع، اتربيت مع أب رادد المكتوف، عندنا التضارب بنزرع وبناكل منها. في يوم من الأيام اجتمعوا علينا ناس وحجموا على عريتنا دي، في اللحظة دي أبوي توفى وأنا شايف أبوي بالضرب قدام عيني، وكان آخر كلمة أبوي قال لي أجري يا ولد البلد دي ما فيها أمان. ومن اللحظة دي أنا جريت وأنا جاري 3 يوم في الشارع، لا أكل لا شرب، لغاية ما وصلت العاصمة عشان شوية أمان، عشان ألقى أمان. بس بعد ما وصلت واشتغلت وربنا رزقني بيه سعيد، هجموا علي ناس ضربوني ونحبوني وزلوني بوسط العاصمة. طيب وين الأمان؟ وين السعادة؟ والشيء الأهم من ده كله إنه أنا من جديد. سؤالي قبل ما نشوف المحطة، حسب ما الناس قالوا لك أنت موهوبة، الموهبة واحدة ما بتكفي لو ما في دراسة مثلا، ما في مواكبة، فأنت ماشية كيف في النقطة دي بالذات عشان تطوري من نفسك؟ والله أنا فكرت أدرس الموسيقى والدراما، بعد 5 سنين القانون إن شاء الله. أنت في سنة كم في القانون؟ سنة ثالثة، باقي لي سنة. موفقة إن شاء الله. موضوعك طويل والله. مبارك، لو جينا نتحدث في صعيد آخر على جانب شخصي بالنسبة لك، الدراما هي بحر متبحر يعني، فأنا داري أعرف أنت من الأفكار اللي أنت ممكن تكون خاطئة في المستقبل وحاب بعمال أنك أنت تحكيسها للمشاهد السوداني. زي ما قلت الدراما هي بحر أو ساحل لا حدود له. الأفكار دي بتجي على حسب الأحداث. أسي حالياً ما عندي أفكار إن أنا للمستقبل، لكن الأحداث أسي إننا حالياً أسي دي أحداث والمعنى بتولد الإبداع. أنا أسي فرصة بتاعت الشوارع والثورة. ما درى قاطعك مبارك، لكن أنت فهمت سؤالي بسياق إنه هو أنا قصدي، أنت فهمت إنه أنا قصدي أنا فكرة معينة لحدث معين أنت ذات سوق. لا، أنا بتكلم عن الفكرة والتطوير في شكل الدراما جوا ذاته، في شكل التمثيل والسياقة بتاعت الإخراج. طيب طيب، في حاجة دي أنا برجع للإمكانيات. تمام، أصلا نحن إمكانياتنا ضعيفة جديد، لكن لينا ما يلقى دولة ترعاني ولا يلقى شركة ولا غنى ولا أيا كان تجيب معاي من اتجاه الحاجة دي، أنا حقدر أطور عملي ده تسلسل أفكار، تسلسل بتاع نجوم ممثلين مبدعين. الشركات بتخاف الإنتاج ليه؟ الشركات بتخاف الإنتاج، ما خلاص من خلال المادة بتاعي أنا يمكن يلقى من وراها عائل. مخرج من مخرج بيختلف، عمل من عمل بيختلف. صحيح يمكن أنا أدي مخرج غيري ولا أشتغل لي، قوم طلع لي شغل ده زي ما بقولوا مصطلحنا في كلية الموسيقى والدراما شغل بيض ما نافع. لكن أنا وأنا أقدم لك شغل، الشغل بيجيب شغل. الموضوع بيمشي على كده. عشان كده الأشباح والدم والقصص دي، يعني القصة دي شنو؟ الأشباح والدم وهي زي دي يعني. الدم ده هو زي ما قلت لك قبل، نقطة الدم مخرجه الأستاذ الشفيع برش. هو أنا كان بطولة فيه وكان فكرتي. سألتك تاني لأنه إحنا حنشوف جزء منه، لكن بس تكلم لنا عنه أكتر. أنا الأشباح. أيوه. الأشباح دي قلت لك زي ما قلت لك زعزعة وخوف خارج عن المألوف، سكن الطالبات. يعني عندنا هنا في السودان، عندنا هنا في السودان يقول لك محل محل عقارات ولا البيت ده سمساري ده، يعني الشغلة بتاعت السماسرة دي في أي شيء خاشين خاربيننا. فبقوموا الطالبات بيمشوا يزعلوا عن محل مسكن لهم مهيأ، بقوموا يزعلوا سمساري وسمساري، عارف إنه الموقع ده مسكون أو البيت ده مسكون.
في النهاية داير مكسبه وما عنده علاقة انه هم اللي بيحصل عليهم شيء. خلاص ما تحرق لنا المحطة عشان نشوفها ونعود من جديد مشاهدينا. السلام عليكم. وعليكم السلام. بنسأل عن شقة للإيجار. دفعة؟ شقة للإيجار. شقة اللي سكنوا فيها الناس دي؟ أي. أي شقة أي في؟ خلاص عايزين شقة. شقة؟ أي. أنتوا منو؟ نحن طلبة عايزين شقة نسكن فيها. طلبة؟ أي. في لكن شوف سيدة. سيدة في السعودية والله. إذا نشاوره. وأنا بعمل لي مسكول بس بيرجع عليه، سامع؟ سامع كويس خلاص كويس قال ما عنده مانع ليه كم الشقة؟ هو الزول ده قال يا 3000 يا 400 1000 يا 400 لكن انا بخليها لكم في 1000 ونص خلاص تمام جبتوا؟ بعدين تطلعوا لعمكم الحلاوه يعني يكون مشت ده المفتاح اول ما تطلع على السلم على يدك الشمال طوالي سمع؟ تمام يلا على العديد ابشر شوف لنا وجيبوا لك الرجال مبروك عليك الليله يا نعم الناس يسوقوا منا هم ماشيين لها عودة من جديد مشاهدينا مبارك طبعا المحطة والفيديو عالم الأشباح فدار أعرف الفكرة جاتك بناء على حاجة في الواقع ولا دي اللي كنت بتتكلم عنها قبل إنه محتاجين للتجديد وتطوير في والله فكرة من ناحية فكرة واقعية يعني حاجة زي دي كمان كانت خيالية زمان الحين هسه بقت موجودة لأن البيوت يعني بقى ما فيها يعني آيات قرآنية مصحف حاجات زي دي الناس بقت ما بتستخدمها زي زمان أول ما تخش البيت الجديد هاي البيت جديد الناس تفتح مصحف تفتح حاجه زي دي لكن ده مما دخلوا الميوزك والحياه يعني حلوه نظام انه خلاص اهلا بكم قال له آه اهلا بكم ماريا وظيفه طويله لكن ده نموذج بسيط ايوه هي الحاجة. ماريا معاك هنا صح؟ ايوه برضه موجوده احكي لي تجربتك في الاشباح والله بيوت بيت الاشباح يعني عجبني الفكره اول حاجه انت اصلا مغامره في الحياه ما بتخافي يعني, يعني لو عشت في بيت بتاع اشباح ما مشكله وبتخافي
يعني دي فكره جديده بالنسبه لي، حاجه ضابطه يعني حلوه شديد، عجبتني الفكره. مبارك طبعا المشاهد السوداني اصبح يعني مشاهد حصيف جدا يعني، فدايما لتر لما تكون تكتب المشاهد السوداني صعب جدا الا يكون بحاجه عايشه في واقعنا. فانت فكرك كيف قادر تجذب المشاهد السوداني من عندك اعمال في المواقع اللي انت قلت عليها انتشار وقبول كبير، كيف كان طريقه القبول وبرضه في يكون في انتقادات وبعض الحاجات اللي يقفلوك على الناس؟ والله كان عندي قبول ومن الاعمال اللي انا بقدمها، واللي هو انا بطيء في السيناريو مرات يعني الفكره بتكون ما حقتيه يعني، لكن بحاول اضيف فيها بحاول اعدل فيها عشان المادة دي تطلع بالطريقه اللي انا عايزها، ما هي بخرج على حسب رؤيه الاخراج يعني. تمام، فبلقى يعني من ناحيه تصوير بلقى امكانياته ضعيفه يعني، كان بالغت بصوري بكاميرا واحده ولا كاميرتين. ومن ناحيه اداء بتاع الممثلين معظم الممثلين مرات بيجوا يتطوعوا منهم يعني، انا لو مديو بكشيش ولا حسابات بجبر انه اشتغل لي يعني شغل اللي انا دايره، لكن لما يجيك متطوع بحاول انه يخرب لك شغل مره، بقول لك انت ما دافع لي امشي انا بطلع ما بشتغل. طيب ما معناه انت لازم تختار برضو الناس اللي حيشتغلوا معك بحرفيه يعني على الاقل. فعلي كده فعلي كده صح، في ناس والله مستعدين يعني يطلعوا معك الشغل لحد النهايه، وفي ناس بتزاوغوا يعني يشوفوك انت من ناحيه امكانياتك ضعيفه ما بيقدروا يتواصلوا معك. منو معك طيب واجد؟ مواجهنا نحن عموما كدرامين يا حتى المخرجين كبار انا بعرفهم المشكله دي مواجههم يعني، ما مشكله اداب بدات بتاع الشباب. منو الواقف معك بعد ربنا؟ والله من المخرجين اللي واقفين معي المخرج ابو بكر الشيخ اللي ذكرته، تحياتنا له، هاي تحياتنا له، دكتور فيصل احمد سعد، دكتور فضل الله عبد الله، واهلي برضه واقفين معي يعني الوالد والوالده. وقبل ما اخشنا دعوات الوالده كانت اخواننا صراحه كده يزول مشاهدنا الان يعني دعوته للوالده بالشفاء العاجل ربنا يحفظها. انا برضه واقفه معي في المجال ده في ان انا اعالج المجتمع ما اكثر، فالحمد لله يعني. زمان الدراما دي كانت ما مقبوله يعني، هذا اللي بقول لك تمثل وين يا زلمه؟ ده كلام ده ما ده ما ده ما يسلمنا، دي ما ثقافتنا، وبالعكس هو اسلوبنا هو ثقافتنا يعني، صرنا متعدد الثقافات يعني. الدراما الحقيقيه في الدول الافريقيه مضطره تكون سودانيه يعني، زمان في الطشات بتابعونا. ان شاء الله نحن نتمنى دائما النهوض بالسودان في كل مختلف المجالات، رياضيا دراميا في كل المجالات اللي هي مختلفه. ماريا لو سالتك سؤال، ما هو الفرق بين الشخص اللي بيكون درامي موهوب واصلا هو موهوب في الدراما وشخص يتدرب على الدراما، هل الدراما موهبه ولا تدريب؟ والله هو الاثنين، لكن اكثر شيء الموهبه، تركز على الموهبه. الفرق بين الشخص اللي بيكون مدرب والشخص اللي عنده موهبه في الحياه اساسا هو درامي. اي في ناس شخصيتهم في الحياه دراميين درامي يعني، يشوفوا كده بضحكك اي بيعرف كيف يخلق يعني يخلق جو للناس جو يعني. درامي وكده. طيب معلش اخش سؤالك ده، تفضل. انا بلقى لي انه واحد في الحياه بضحكني، لكن عندنا نحن قواعد واسس لازم ما ماشي صح. لما تكون متعلم يعني افضل لما تكون زول موهوب، صح انك موهوب لكن التعليم هو اللي بيضيف لك، هو المنهج الاساسي اللي احنا محتاجين له في الدراما. المغزى بتاع سؤالك هاي بالضبط كده يعني، الاثنين متلازمات مع بعض، الموهبه انت لما تكون عندك الموهبه تدرس عليها انت كده كملت مقدراتك، لكن عندك موهبه وراء بدون دراسه صعبه، صعب انك تطورها وصعب انك تمشي بها قدام. موفقين ان شاء الله مبارك وماريا، وان شاء الله نلتقيكم في مساحات اكبر واوسع، والمره الجايه كمان يعني محطات تكون كلها اعمال جديده ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. عثمان دائما ما ازعد يعني بمساء الاثنين دائما، و هي للناس جدا يا طوالي. تفضل معلش يعني اخواننا يعني الختام نحن، وتحياتي لكل متابعين برنامج حضرتك، برنامج مساء جديد، ولكل من دعمنا معنويا وماديا، وللاستاذ عريج معوض، ولخطيبتي وحياتي ووردة احلامي معلش لازم اكسر لها ولا شنو؟ تحياتي لها يعني، تحيه احلى تحيه دي، احلى تحيه. تحياتي للوالد والوالده ولكل أمناء سنار وأمناء محلية شرق سنار. والد والوالدة حيزعلوا، أنت ما جبتهم في الخير في الآخر، مفترض كان تجيهم في الأول، لسه أنا بفتنك بيناتهم على الهواء. أنا ما تفتني، أنا تخشت بيناتكم كلهم مكملين بعض. الله يحفظك. الوالد والوالدة في الراس إن شاء الله. دائما ما أقول في يوم الاثنين دائما هو يوم مميز بوجود كل التيم العامل اللي هو بيطلع لنا اللوحة الجميلة في هذا المشوار المسائي، ودائما ما أزعد في هذا المشوار المسائي بصحبة طيبة القلب كما ذكر أولى فقراتنا فضل المولى. يا سلام. سعيدة جدا يوم الاثنين معاك، والتحيه برضه لمخرجنا واخويا الكبير ابو خالد، وطبعا والصادق الصادق ما يجي الصادق ده زيارته خليها برا. الصادق زي القمر كله هناك، كله ده كل مره يسهر بركات بزعل والله، ولعاب بزعل
أخوانا وحبايبنا كلهم مشاهدينا، شكرا. ومني أنا دائما نجود وعثمان أحلى ورق. التحية، مع السلامة، في أمان الله.